السلام عليكم طلاب سنة ثانية، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعافية. أعرفكم عن نفسي، أنا دكتورة لينا ملكاوي، طالبة طب أسنان سنة خامسة. رح أكون معكم إن شاء الله في مادة الدنتال أناتومي. درست سابقا مواد الأسنان لسنة ثانية كاملة برايفت، ولكن هالسنة وهالفصل رح أكون إن شاء الله مع أكاديمية أكاديمي لشرح الدنتال أناتومي، وإن شاء الله ننبسط كلنا سوا بهالمادة. هلأ بالنسبة للشروح أو للشرح رح يكون إن شاء الله على التفاريغ، تفاريغكم شاملة، كلام الدكتورة وفيديوهاتها وسلايداتها، فهم شاملين 100%. طبعا قبل ما نبلش حصتنا بدي أعرفكم على المساق بشكل عام. في هالمساق رح تتعلموا عن تشريح الأسنان كاملة، يعني رح تتعلموا عن تشريح الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة، رح تتعلموا عن تشريح الأنسجة المحيطة بالأسنان زي اللثة مثلا بس باختصار، وفي الجزء العملي رح تتعلموا إن شاء الله كيف تنحتوا الأسنان. صراحة المادة سهلة وممتعة وسهل الواحد يجيب فيها علامات. هلأ طريقة إنكم تجيبوا علامات عالية فيها وتدرسوها صح ما تنسوها هي إنكم تشوفوا صور كتير وفيديوهات كتير، وهذا الموضوع صراحة سهل، ضلكم تشوفوا كتير صور. اللي بيحب كمان خلال دراسته في تطبيق رائع للأسنان للدنتال أناتومي، هذا اسمه بون بوكس دنتال لايت، رائع بيورجيك كل سن بسنه، يعني مثلا تضغط على هذا السن بيبين لك اياه من كل زواياه، بتقدر تحركه وتطلع عليه من كل الجهات، وفي كمان كوزات رائع جدا للي حابب يتعلم دنتال أناتومي وللفيجوال ليرنرز للي بيتعلموا بالنظر. طيب هلا بالنسبه لي عادة على انه انا رح ادرسكم الماده، ان شاء الله رح انزل لكم بعد كل حصه او بعد كل شابتر ملف فيه صور السن اللي بنتعلمه سوا من الكتاب. ليش حبيت اني اجمع لكم صور الكتاب؟ لانه بالعاده الامتحانات صورها من الكتاب، فرح انزل لكم ان شاء الله هالموضوع، ورح انزل لكم ملف اسئله الكتاب التابعه للشابتر اللي حندرسه بالاضافه لكوزات وتلخيص والامور، رح انزلها لكافه الدفعه، يعني مش شرط انكم انتم تسجلوا معي لحتى تحصلوا عليها. وطبعا اي شخص اي طالب عنده اي سؤال او استفسار عن الماده اي شيء هو مش فاهمها ان شاء الله رح اكون سعيده جدا اني اساعده. هلا خلينا نبلش اول محاضره لنا. هلا في اول فيديو شرحت الدكتوره هو عبارة عن فقط Introduction to Dental Anatomy and Occlusion Course. بداية بدنا نشرح شو يعني Dental Anatomy. هو عبارة عن Study of Development, Morphology, Function and Identity of each of the teeth of human dentition and the way in which teeth relate in shape, form, structure, color, function to other teeth in the same dental arch and to teeth in the opposing arch. هذا الكلام معناه إنه الدنتال أناتومي هي الدراسة المختصة بتطور وشكل ووظيفة وهوية كل سن من أسنان الإنسان، وكيف العلاقة ما بين كل سن سواء الأسنان اللي جنبه أو الأسنان المقابلة لإله بالفك المقابل، من نواحي مثلا اللون، الشكل، الفانكشن، الوظيفة وغيره. هلأ هذا الكورس جدا مهم لكم. الدنتال أناتومي مادة أساسية جدا لأي طالب طب أسنان. ليه؟ لأنه إذا بتعرفوا أنت طبعا بالعيادات رح تصيروا إن شاء الله تحفروا أسنان وترجعوا تعيدوا بنائها بحشوات، مثل الحشوات التجميلية أو حشوات الفطة. فإذا أنتم بدكم ترجعوا تعيدوا بناء السن معناته أنتم بدكم تعرفوا كيف أصلا شكله من الأساس. لذلك الدنتال أناتومي هي أساس طب الأسنان. هلأ بالنسبة لهالكورس رح يكون في theory part ورح يكون فيه إن شاء الله practical part، رح تاخدوا في اللاب ورح تتعلموا كيف تنحتوا فيه الأسنان. هلأ بالنسبة لمصادر دراسة الدنتال أناتومي هي عبارة عن reference book، الكتاب اللي الدكتورة أعطتكم إياه، أيضا محاضرات الدكتورة الأونلاين، الهاندات أو السلايدات، والworkbook تبع اللاب. هلأ بالنسبة لأي طالب بده يروح على اللاب في rules and regulations لازم كل طالب يتبعها، منها أنه لازم كلياتكم تلتزموا بالwhite coat، ممنوع أي طالب يفوت على اللاب بدون الwhite coat، وأيضا ثاني نقطة أنكم دائما تلبسوا الماسك طوال فترة تواجدكم في اللاب، وممنوع أي طالب يفوت على اللاب بدونه. أيضا لأسباب تتعلق بالسلامة ممنوع أي شوز مفتوح، هلأ بحكي لكم ليه، ممنوع أيضا الشعر المنفول، لازم الشعر يضل مضبوط، ولازم أيضا لأسباب برضو تتعلق بالسلامة أي بنت تلبس الحجاب لازم تفوتوا جوا الوايت كوت تبعها. هلأ ليه ممنوع أنا ألبس مثلا شوز مفتوح؟ ليه ممنوع أترك شعري منفول أو حجابي برا الوايت كوت؟ ببساطة لأنكم رح تتعلموا نحت الأسنان، واللي أخذ منكم اللاب بيعرف أنه أنتوا رح تستعملوا النار، رح
استعملوا النار لإذابة الواكس لبناء السن. فأي مصدر نار ممكن طبعاً الشعر مثلاً يلقط فيه لا سمح الله، الحجاب يلقط فيه، أو يوقع واكس ساخن على أقدامكم، لذلك لازم تلبسوا أحذية مغطية وتغطوا شعركم والحجاب دخلوا لجوا. تمام. هلأ مكونات الفيديو الثاني للدكتورة هو عبارة عن human dentition. ما معنى dentition؟ dentition is all of the teeth in the mouth together. يعني set of teeth in the mouth. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني مجموعة الأسنان كاملة في الفم. أنتوا كمان تعرفوا شغلة؟ إنه الإنسان عنده مجموعتين من الأسنان طوال حياته. المجموعة الأولى هي الأسنان اللبنية، والمجموعة الثانية هي الأسنان الدائمة. بنعرف إنه الإنسان بيبدل الأسنان اللبنية إلى الدائمة. طب شو معنى هذا الكلام باللغة الطبية؟ رح نحكي humans grow two sets of teeth throughout their life. يعني الإنسان رح يكون عنده مجموعتين من الأسنان خلال حياته، ال primary dentition وال secondary dentition. primary dentition هي الأسنان اللبنية، وال secondary dentition هي الأسنان الدائمة. هلا لأول وآخر مرة رح أحكي لكم إيش يعني بالعربي، ومن هون وطالع رح نستعمل المصطلحات الطبية. so primary dentition خلينا نحكي عنها شوي. ال primary dentitions إلها أسامي أخرى، منها deciduous teeth, milk teeth و baby teeth. طيب ليه سميتهم هيك؟ بداية سميتهم primary dentitions لأنه معناها الحرفي هي الأسنان الأولية، وإحنا بنعرف أول أسنان تطلع للإنسان هي الأسنان ال primary أو اللبنية. أيضا سميت deciduous teeth. هلأ اللي بيعرف شو معنى deciduous رح يعرف ليش نحن سمينا الأسنان اللبنية بهذا الاسم. deciduous يعني متساقطة، وإحنا بنعرف إن the primary teeth they fall down وبيطلع بدالهم، تتساقط وبيطلع بدالهم، لذلك سميناهم الأسنان المتساقطة. أيضا من أسميهم milk teeth الأسنان اللبنية. ليش شبهنا الأسنان اللبنية بالملك؟ لأنه الملك أبيض، ورح تشوفوا مع الوقت في العيادات إنه أسنان الأطفال بيضة، أبيض حتى من الأسنان الدائمة. وأيضا الاسم الأخير baby teeth منطقيا هم بيطلعوا عند الأطفال، لذلك سميناهم baby teeth. هلا أكثر اسمان متعارف عليهم هو ال primary dentition وال deciduous teeth. تمام؟ طيب هلا بشكل عام بدكم تعرفوا إنه ال primary teeth they are smaller in size compared to secondary dentition. إذا primary teeth are smaller in size. طب كم عددهم؟ 20 سم. تمام؟ كتلخيص للي حكيناه، primary dentition أو deciduous teeth they are smaller in size and we have 20 primary teeth. طيب هلا ننتقل على secondary dentition. السكندري دنتشن بالعربي اسمها الأسنان الثانوية، ومنطقيا ليش سميتهم هيك؟ لأنهم ثاني مجموعة أو صف من الأسنان بيطلع عندي بحياتي. هلأ الاسم الآخر لإله هو permanent dentition، الأسنان الدائمة. طيب بدنا نعرف أن الـ permanent dentition أو الـ permanent teeth they are larger in size، وعندنا 32 سن، ومنطقيا بيطلع عند الكبار. إذا خلينا هيك كمان مرة نعمل مقارنة ما بين الـ primary dentition والـ secondary dentition. الـ primary dentition أصغر، عددهم 20 سن، وبيطلع عند الأطفال الصغار. أما الـ secondary dentition هم حجمهم أكبر، عددهم 32 سن، وبيطلعوا عند الكبار. تمام. هلأ بدي أسألكم سؤال، تعرفوا شو هو العمر اللي ببلش فيه الإنسان تبديل أسنانه؟ بداية تبديل الأسنان بالمصطلحات الطبية هو shedding of primary teeth، يعني إنه الإنسان يبدل أسنانه. طيب شو العمر اللي الإنسان ببلش فيه تبديل الأسنان؟ عمر 6 سنين. تمام؟ هلأ خلينا نتعلم مصطلح جديد اللي هو ديفيودونت. ديفيودونت هو الكائن الحي اللي عنده مجموعتين من الأسنان primary وsecondary، زي مين؟ زي الإنسان. من وين إجت هاي التسمية؟ خلينا نقسم الكلمة عشان نفهمها. قسم داي لحالها وفاي لحالها وأودونت لحالها. داي من تو، فاي من grow، وأودونت من teeth. so we grow two sets of teeth. واضح التسمية؟ diffeodont معناها الكائن الحي اللي عنده two sets of teeth، مجموعتين من الأسنان. طبعا هم السكندري والبرمننت، السكندري سوري والبرايمري اللي هلأ شرحناهم. تمام.
هلأ خليني أحكي لكم عن هالصورة. بس ياكم تعرفوا إنه الإنسان عنده فكين. We have two jaws. واحد علوي، فك علوي وفك سفلي. الفك العلوي اسمه ماكزيلا والفك السفلي اسمه ماندبل. لذلك أي سن موجود في الماكزيلا بسميه ماكزيلاري تيث، وأي سن موجود في الماندبل بحكي عنه ماندبيلر تيث. واضح؟ مرة تانية، عندي two jaws، عندي فكين، واحد علوي upper وواحد سفلي. الأبر اسمه ماكزيلا، وأي أسنان في الماكزيلا بسميهم ماكزيلاري تيث. وعندي فك سفلي اسمه ماندبل، وأي سن في الماندبل بسميه ماندبيلر تيث. تمام. هلأ منطقيا أي إشي في جسم الإنسان إله يمين ويسار، كذلك الأمر بالنسبة للدنتشن. الدنتشن بقدر إني أنصفها بخط بسميه ميديال بلين أو ميد ساجيتال بلين، وهذا الخط هو خط منصف يفصل لي الجهة اليمين من الأسنان عن الجهة اليسار، طبعا قسمين متساويين تماما. تمام. هلأ نيجي على موضوع تعداد الأرقام. هلأ بالنسبة لأرقام أو ترقيم، خلينا نحكي الأسنان، خلينا نبلش في primary dentition. هذا رمز البرايمري. تمام. هلأ في البرايمري دنتشن نحن بنعرف أنه كل دنتشن فيه 20 سن. طيب لو سألتكم لو قسمت الفم صار لو سألتكم كم سن عندي في البرايمري دنتشن في كل ربع، شو يعني هذا الكلام؟ لنفترض إن أنا جبت فم الإنسان الطفل ورحت قسمت الفم إلى ماكزيلا وماندبل، ورحت أيضا قسمته لرايت أند ليفت، شو بتلاحظوا؟ صار عندي كم ربع؟ ثلاث أرباع، أربع أقسام. طيب إذا سألتكم في كل ربع كم سن عندي، رح تعدوا ليهم 1 2 3 4 5. منطق؟ عندي 5 في كل ربع، 5 لكل ربع، إذا صفى عندي 20 سم، وهذا شيء منطقي واضح. تمام. ماذا عن الأسنان البيرمننت؟ نفس الإشي، إذا سألتكم كم سن عندي في كل جهة، أول شيء بدكم تتذكروا إنه عدد الأسنان البيرمننت هو 32، إذا في كل جهة كم سن عندي؟ 16 سن. واضح؟ طيب لو سألتكم، ثواني، لو سألتكم بدي أقسم الفم إلى أرباع، كل ربع كم سن permanent فيه؟ عدوا لياهم، رح يطلع 8 في كل ربع. واضح؟ إذا في أي إشي مش مفهوم عادي اسألوني وبرجع أعيده. تمام. هلأ فكرة ترقيم الأسنان خلصناها، خلينا نيجي نحكي شو هن أنواع الأسنان، شو هن أساميهم باختصار. وإن جنرال we have four classes of teeth: incisors, canines, premolars ومولars. رح أترجمهم للمرة الأولى والأخيرة. الإنسايزرز هن القواطع، الكينينز هن الأنياب، البريمولرز هن الضواحك، والمولرز هن الطواحين. تمام. طيب خلينا نطلع على هاي الصورة. ما بدي أشرح لكم صراحة من هون لأنه حاسة إنه شوي معجوق، حابة أختصر لكم إياه بطريقة أوضح. هلأ اتفقنا إنه أنا عندي الأسنان هي عبارة عن classes، أصناف، عندي أصناف من الأسنان. ومعلومة جديدة إنه كل صنف من الأسنان إله أنواع، إله types. تمام؟ طيب باختصار حكينا الclasses هن أربعة: incisors, canines, premolars ومولars. بدي أحكي لكم إنه الأسنان الأمامية أو anterior teeth they are incisors و canines، والأسنان posterior هم premolars والmolars. فالأسنان الأمامية هم
الانسايفز والكينينز والاسنان الخلفيه هم البريمولرز والمولرز. طيب هلا خلينا نطلع على البرايمري دنتيشن نشوف شو الكلاسز اوف تيث اللي عندي، شو اصناف الاسنان اللي عندي وشو تايبس الاسنان عندي شو انواعهم، بعدين نطلع على سكندري دنتيشن. طيب هلا في البرايمري دنتيشن وي هاف 3 كلاسز، they are incisors, canine ومولرز، ومثل ما اتفقت معكم كل كلاس من هالكلاسات إلى تايب. طيب خلينا نيجي على أول كلاس اللي هو الانسايزرز، نتطلع شو هم تايبس تبعونه. تايبس الانسايزرز هم سنترال انسايزرز ولاترال انسايزرز. ماذا عن الكينينز؟ الكينينز هم الوحيدين اللي ما إلهم تايب. ماذا عن المولرز؟ أنواع كلاس المولرز هم first molar و second molar. هذا بالنسبة للprimary dentition. تعالوا نشوف السكندري دنتيشن. في السكندري دنتيشن عندي أربع كلاسز، they are incisors, canines, premolars ومولرز. لاحظوا أنه أنا كلاس البريمولرز موجود فقط في السكندري دنتيشن ومش موجود في البرايمري دنتيشن، تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا، سكندري دنتيشن عندي أربع كلاسز، incisors, canines, premolars ومولرز. هلا بالنسبة لكلاس الانسايزرز عندي تو تايبس لهم، سنترال انسايزرز ولاترال انسايزرز، زي اللي في البرايمري دنتيشن تماما. الكينايز برضه نفس الشيء ما له تايبس. هلا البريمولرز اللي مش موجوده الا بالسكندري دنتيشن انواعهم او التايبس تبعهم فيرست بريمولر وسكند بريمولر، تمام؟ اذا هذا اللي بالاصفر كلياته مو موجود في البرايمري دنتيشن. هلا رابع كلاس في السكندري دنتيشن هو المولرز. أنواع أو types class molars هم first molar, second molar, third molar. بتلاحظوا أنه type third molar مش موجود في primary dentition. طيب هلأ إحنا هيك عددناهم تعداد، خلينا نطبق الموضوع على الصور. طلعوا لي على هاي الصورة، هاي الصورة بتمثلي primary dentition يعني التيث اللي موجودة في طفل، تمام. كان عندي 3 classes في primary dentition، incisors, canines, molars. الخضر هم الانسايزرز، ملاحظين؟ تمام. هلا اللي عليهم اسهم بالاسود هم الكينينز، واللي عليهم احمر هم كلاس المولرز. طيب ماذا عن التايبس؟ شو هو السنترال انسايزر؟ شو هو اللاترال انسايزر؟ طب شو هو الفيرست مولر؟ هلا كلياته بنشوفه. طلعوا لي على هالخط، الخط هذا اللي هو الميد لاين، وبدنا نحكي عن هذا الربع فقط. هلا السن الاول هذا الاخضر اللي هو الانسايزر الاقرب الى الميد لاين بسميه سنترال انسايزر، يليه اللاترال انسايزر، يليه الكينين، ويليه هلا المولر. بدنا نعرف التايبس تبعهم. فيرست مولر الاقرب للميد لاين بسميه فيرست مولر، والمولر الابعد عن الميد لاين بسميه سكند مولر، تمام؟ اوكي. هلا تعالوا نطبق السكندري دنتيشن على الصوره مره ثانيه. حكينا عندنا اربع كلاسز في السكندري دنتيشن، انسايزرز، كينينز، بريمولرز ومولرز. كيف بدنا نطبقهم على هالصوره؟ هلا اللي بالاخضر هم الانسايزرز، حلو. اللي بالاسود هم الكينين، اللي بالاصفر هم كلاس البريمولرز، واللي بالاحمر هم المولرز. خلونا هلا هيك نكون دقيقين اكثر ونحكي عن تايبس الأسنان ونسميهم سنسن. السن الأول الأقرب إلى الميدلاين رح أسميه سنترال إنسايزر، يليه اللاترال إنسايزر، ثم الكيناي، وبعدين رح يجي عندي بريمولر. الأول والأقرب إلى الميدلاين بسميه فيرست بريمولر، يليه سكند بريمولر. هلأ عندي كلاس المولر، أول مولر وأقرب واحد إلى الميدلاين هو الفيرست مولر، يليه السكند مولر، يليه الثيرد مولر، وهو الأبعد عن الميد لاين، تمام؟ وهو آخر أصلاً سن في كل الكوادرانت، في كل ربع، تمام؟ أتمنى أنها تكون واضحة. طيب هلأ نرجع لتفريغ كل اللي حكيته مكتوب هنا، ولكن أنا لخصت بطريقة أسهل. طيب خلينا هلأ نيجي نحكي عن الهيومن دنتال فورمولا. بدي أشرح لكم إياها سريع بطريقة أوضح على صورة بتلخص كل الموضوع. موضوع الهيومن دنتال فورمولا
قرر علماء أنهم يعملوا فورمولا للأسنان، أو خلينا نحكي زي معادلة تختصر نوعا ما موضوع الأسنان. طب شو فكرتها؟ فكرتها أني أنا أعد كل الأسنان في جهة واحدة فقط. بدي أرجع أذكركم، إذا بمسك الدنتشن وبقسمه بميد لاين إلى يمين ويسار، حيكون عندي 10 أسنان على اليمين و10 أسنان على اليسار. هلأ هون الفكرة، أنا بدي أشوف في كل سايد، يعني مثلا على الرايت أو اللفت، كم إنسايزر عندي؟ طب كم كيناين عندي؟ طب كم مولر عندي؟ طب كم بري مولر عندي؟ وهكذا. هاي هي فكرة هاي الفورمولا. مرة تانية، بمسك الأسنان بقسمها بالميد لاين إلى يمين ويسار، بدي أطلع كم سن عندي؟ عندي مثلا هون 10 في البرمننت دنتيشن إشي تاني، تمام؟ بدي أطلع في كل سايد سواء على الرايت أو على اللفت، كم إنسايزر عندي؟ طب كم كيناين عندي؟ طب كم مولر عندي؟ خلينا نطلع. بداية إذا عم نحكي عن البرايمري دنتيشن، فإحنا نعرف إنه أنا عندي إنسايزر 2 فوق و2 تحت. إنسايزر 2 فوق 2 تحت. ماذا عن الكيناين؟ عندي 1 فوق 1 تحت. هيو 1 فوق 1 تحت. ماذا عن المولر؟ كم مولر عندي في جهة واحدة في المجزلة في المانديبل؟ زي ما أنتوا شايفين عندي 2 مولر في الأبر جو و 2 مولر في اللور جو. إذن المولر عندي 2 فوق 2 تحت لكل جهة، مجموعهم 10. 2 زائد 2 زائد 1 زائد 1 زائد 2 زائد 2 10. وأصلا من تذكرنا إحنا بنعرف أنه في البرايمري دنتيشن في كل جهة سواء على الرايت أو على اللفت عندي 10 أسنان، تمام؟ إذن هاي أول فورميلا. في طريقة تانية لكتابة الفورميلا، حرفياً ما بتختلف ولا شيء إلا بطريقة الكتابة. بضيف جنب كل كلاس، مثلاً هذا إنسايزر، هذا كيناين، هذا مولر، بضيف جنبه دي. دي المقصود فيها deciduous teeth، من الأسنان المتساقطة. إذن خلينا هلأ نطبق هاي الفورميلا على هالصورة. مرة تانية، الفورميلا تتعلق بموضوع كم سن عندي من كل كلاس على كل جهة. يلا خلينا نطبقها مع بعض. deciduous incisors عندي 2 فوق و2 تحت. deciduous canines عندي 1 فوق و1 تحت. ماذا عن المولرز؟ deciduous molars عندي 2 فوق و2 تحت. هاي نسخة هاي، ولكن جنب كل حرف من هون حطيت حرف الدي دلالة على deciduous، وبدل ما أحط الأرقام فوق بعض حطيتهم جنب بعض، ولكنهم نفس الدلالة. طيب خلينا هلأ نيجي نحكي عن الـ Human Dental Formula بالنسبة للـ Permanent Dentition. حرفياً نفس المبدأ، بروح بقسم الفم إلى جزئين يمين ويسار، وبدي أطلع أنا على كل جهة كم سن عندي. طبعا كل جهة مثلاً كم Central Incisor، سوري كم Incisor عندي، كم Molar عندي، وهكذا. يلا خلينا نطبقها. بالنسبة للـ Incisors في الـ Permanent Dentition عندي 2 فوق 2 تحت في كل جهة. بالنسبة للكيناين عندي 1 فوق 1 تحت في كل جهة. بالنسبة للبريمولرز عندي 2 فوق 2 تحت في كل جهة، والمولرز 3 فوق 3 تحت في كل جهة. مجموعهم 16 مثل ما اتفقنا قبل شوي، وإذا بتحبوا عدوهم في كل جهة، والله على اليمين عندي 16 سن، والله على اليسار عندي 16 سن. طيب الطريقة الثانية لكتابة هذه الفورميلا هي بهذه الطريقة. حرفياً ما ببدل أي شيء، إلا أنه بدل ما أكتب 2 على 2 مثلاً أو 1 على 1 بكتبهم جنب بعض. يلا خلينا نطبقها هاي برضو على الصورة. مرة ثانية بنقسم الفم إلى يمين ويسار. هاي الفورميلا بتعدي لي كم سن عندي على اليمين وكم سن عندي على اليسار. على الإنسايزر عندي 2 فوق أو في المجزلة في كل جهة. كيناينز عندي 1 فوق 1 تحت في كل جهة. البريمولرز عندي 2 فوق 2 تحت، والمولرز عندي 3 فوق 3 تحت. مجموعهم 16 للجهة الواحدة سواء رايت أور لفت. هاي نهاية محاضرتنا لليوم. إن شاء الله كل شيء يكون واضح وتمام، وأي حدا عنده استفسار تكلموا معي. موضوع الفيديو 3 اللي موجود في Lecture 1 حابة أشرحه بفيديو منفصل، وبشوفكم على خير.